ايه على حظي، لك ايش عامل بحظي؟ اشوف ايش عم ويجي، رتبت حالي، ايش عم عطيك الاشي، ايش عم لك راي؟ انا في بعض تصرفات من تصرفاتك ما بتعجبني، بس خايف اقول لك اياها. لك يا هزاز، رجال خلاص، انت اول واحد لازم تنتبهني. انا بعد ما ربي خطب رشا ما تحصل تصرفاتي صح، ما تحصل صح. هلا انت بكل عقلك حبيت رشا؟ طبعا كنت على نص علي، بس الظاهر انه ما بيوصي. بكري انا احساسي هذا الحب الاول بحياتك. رجع اسك رجع ما تحرجني ارجوك. بكري شو رايك عندك هالشو ولا ضربتي احسن لك من نظره؟ مليسي مليسي لك من ملس على راسي. المهم اني اصحبك يا رشا، المهم اني اصحبك، عشقتك يا رشا وانت صغيره وانا ابن سبع ما برخ للسمانيه. عشب بن عم قصاي، يلا طولي بالك نص الالف خمسمائة. هيك بدك تقضي السهر على صفنا؟ اخ يا سامر، قلبي مو مطمئن لسفرة ابو قصاي، كثير متبغش علي، صار له خمس ايام ما حكى معي. اسفتي، بكون عازم له شي حدا على شي مطعم مثلا. عازم ابو قصاي بعرفه، بينعزم وما بيعزم. اصبح بيكون مشغول، لك اساليني الي، هدول رجال الاعمال هيك بيعملوا. ابو سامر مرة راح على دقيقة مشان يجيب سيارة سباق، 10 ايام ما رجع، اتوغوشت انا، لا رجع هو ولا سيارة السباق. لا ابو قصاي وش موالش؟ نعم ذكر الوش. وين شايف الوش انا؟ ايش شايفته؟ بيحكي وانا سرق انا بالسكوحه وذكرني انه انت ليش ما بتدبر معك عشان بالشركه؟ شو بدك تشتغل على الشركه؟ ايش ممكن؟ شو ايش ممكن؟ ليش اصلا انت شو بتحمل مؤهلات غير انك شو قصده؟ نعم. تعرفي انا كثير بحب الرومانسيه، بس يا ربي. بس شو؟ بس روكي مو رومانسي. بعدين انا ما بحبه. ما بتحبيه؟ ايه ما بحبه. ليش وافقتي لك انا الخطبه؟ ما بعرف، انتوا قلتوا لي منيح بتوافقت. ايه شو ناوي تعملي هلا؟ بصراحه ما انا عرفانه شو بدي اقول لك، بس انا ناوي اتركه. يو تتركين؟ اذا سمع ابوك تجي شنطه. وليش بقى؟ لانه ابوك كثير حابه وكثير عاجبه. شفتي انت قلتيها، كثير حابه وكثير عاجبه، لانه بيلعب كراتيه وفشل له قلبه مع سنكوح. شوفي حبيبتي رشا، هذا الحكي كله هلا ما له طعمه، بتخبي له رجعه ابوك بالسلامه. ماما ابو شكي ابو شكي. لا هو في عندنا بالدنياوي سليمان ابو شني. ابو شكي ابو شني مثل بعض، المهم في بلا اسمه طير اصلي خير شطق انه في له برقيه، صار لي 5 ايام عم دور عليه مع لقيته. لا في غلط بالاسم، كاتبين سليمان ابو شكي هو ابو شني. اكيد ابو شني. شو عم تفتح شباب؟ انا المسؤول بالبنايه عن الطرود والبرقيات البريديه الداخليه والخارجيه. ايوه ايوه انا هيك من اول. وي شوفي ما مين ابو قصي ما في حال السياره يا حويل الجبال يا ابو قصي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يرحمك يا ابو قصي. الا ولا بعد بقول ولا ما اقول. طيبين الخيارات من نجدة ما أبو قصي جبيان غير طعمة السوء. أدوني كثير حلوين. حبيبة أبو شو بدك تطبخي اليوم؟ حزر المحشي الخيار. طيب كثير طيب، يعني نطبخه؟ أنا بسجلك سعر. إيه بجربه أحسن. بركي طلع عنوي تعرفي مو ناقصني الدجاج من أبو قصي السلام. الله يسلمك. مرحبا أبو سامر، مرحبا أبو سامر. مرحبا مرحبا.
شبه شوفي صورك مدح قصدي مروان جمهور. لا لا استاذ مروان راح الشغل. ليش ليش بكري جوا. ايه بكري جوا دقيقه. بكري يا حمد اخوي سنكوح في الديار. فوت عنه. لا لحظه سنكوح في الديار بكري. لا لا انا لك اياك. لحظه بس الله خلي لحظه انا اجنك من خلصه. مع السلامه. لا لا خلي ما بدي. الخبرية يا أم قصي لو ممكن حالك أنت بكيت. لك مش تهمة ما تبحث السيارة. الله يرحمك أم قصي. الله يرحمك أم قصي. كلي لازم خبر أم قصي. شو خبر ما نخبر بتنجلت. وإذا انجلت يعني بس لازم نخبره. ما بصير هيك نخبرها طنظن. ما بصير لازم نستنى شوي ونتقدم. أبدا أخوي أنا راي مهنت لطريق لأخاتي قصي وخبرها خبرها. ما بنقدر نحن نتصرف بشي ليجي مروان. مضبوط ليجي مروان. وينها؟ إذا كان قصي أو قصي أو رشا لا تشلقهم على شي ولا تخليهم يفوتوا لحنا ما بيشتلقوا بعدين. عم تخوي لو هم بيفهم أنا خايف يشتروا على شيء ويدخلوا ويلحقوا. إيه يلحقوا. مرحبا جميلة خانو. أهلين بكري. أهلين فاضي تلعب لك شطرنج معي؟ مالي فاضي شو بدك؟ شبك بكري شبك ممقوص لحتى عم تبكي؟ ممقوص ممقوص. سنكوح أبنتي موجود هون؟ سنكوح جوا بس ما عم تطلع. تفضل أستاذ عرفان تفضل. لك وين تفضل؟ وين تفضل؟ أمي قالت بس على بيت أم قصي. لك أمك قالت ما تقول تفضل. لك ما تقول تفضل. ادخل بعدك بعدك. لك هذا السيد عرفان لازم يضرب القصة كلها. قلتك عجب بهلا بهلا. لا 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 لا